بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا عارف أن أنتم زهقتوا من الفيديوهات اللي أنا بعرضها لكشف الناس اللي هم بيطلعوا يعني للأسف الشديد يعني يبرروا للإمارات أفعالهم. فإحنا وظيفتنا يا أخوانا لازم نعرف الرجل اللي بيشكل وعي الناس ده عقليته إيه، أو هو بيشكل وعي الناس إزاي. لكن الأصل يعني في وسائل الإعلام، ودي حاجة أساسية في الإعلام، هي نشر الوعي وتوعية الشعوب بحيث أنك أنت تقدر تفرق ما بين الغث والسمين. تعالوا بقى للأستاذ الثاني اللي هو في يعني واحد بعته كده في الحلقة اللي هي كانت معمولة غير مدرجة، وبعد كده عملها علن ذاته وغير بسببها القناة بسبب البص اللي أنا عملته. فواحد بيقول له أنت مش موجه، فبيثبت له ان هو مش موجه. تعالوا نسمع الاول بيثبت له انه مش موجه ازاي، بس انا اوريكم العقليات وازاي بيضحكوا على الناس. والله يعني انت لو اقتنعت قول لي. تعال نسمع. يعني انت مش موجه؟ طب اثبتها لك ازاي ان انا مش موجه؟ اسمع. يعني انا لو انا عايز اسالك سؤال. اتفضل اسمع. انتوا بتقولوا او في بعض الناس بتقول ان انا مدعوم من الامارات او موجه اماراتيا على اقل تقدير، يعني خلينا نقول الناس بتقول لك ايه، احنا مش هنقول ان انت مرتزق وبتاخد فلوس بس بيدعموك بالمشاهدات في الامارات. ماشي يا عم، لا انا باخد فلوس ومدعوم. هو مش كان بيتقال انه الفتنه اللي حصلت في الاردن كانت الامارات هي اللي بتعملها؟ يعني الامارات هي اللي كانت بتسعى لعزل الملك عبد الله. الناس كانت بتتقال. مش ده الكلام اللي اتقال؟ طيب يعني ده كان هدف الامارات؟ لا، مش ده كان هدف الامارات. شفتوا بقى ازاي الناس كانت بتقول على الامارات؟ خلي بالك، الناس كانت بتقول على الامارات ان هم السبب وراء الانقلاب اللي كان هيحصل في الاردن. هو دلوقتي بيقول ايه؟ مش الناس كانت بتقول؟ مش انا معاه. طيب دلوقتي بيقول لك ايه؟ يعني هو ده كان هدف الامارات؟ شفت بقى ازاي. هنا بقى خلي بالكم من الكلام يا اخوانا، خلي بالكم من الكلام ماشي ازاي. هو بيقول الناس كانت متهمة، يعني بتتهم الإمارات بأن هي وراء الانقلاب اللي كان في الأردن، وعايزين يعني يخلعوا الملك عبد الله ويولوا مكان أخوه. هو بيقول الناس بتقول، صح؟ اسمع تاني، يعني اسمع تاني، اتفضل. بس بيدعموك بالمشاهدات في الأمر. اسمع تاني. مدعوم من الإمارات أو موجه إماراتيا على أقل تقدير، يعني خلينا نقول الناس بتقول لك إيه؟ احنا مش هنقول ان انت مرتزق وبتاخد فلوس بس بيدعموك بالمشاهدات في الامارات. ماشي يا عم، لا انا باخد فلوس ومدعوم. تمام. هو مش كان بيتقال انه الفتنه اللي حصلت في الاردن كانت الامارات هي اللي بتعملها؟ يعني كان بيتقال ان الفتنه اللي حصلت في الاردن الامارات كانت بتعملها؟ كان بيتقال كده، صح؟ اتفضل. الامارات هي اللي كانت بتسعى لعزل الملك عبد الله. هم كانوا بيقولوا كده، هم اللي كانوا بيقولوا، هم اللي كانوا بيتقال. يعني ده كان هدف الامارات؟ لا، ده مش هدف الامارات، ده كان بيتقال على الامارات. تاخدين بالكم يا اخوانا الكلام ماشي ازاي؟ تعال نكمل. انا لو شفت حلقاتي على مدى الاسبوعين اللي كان وقت الفتنه اللي كانت في الاردن كانت مع الملك عبد الله وضد اي حاجه بتحصل. حلو قوي. هو طبعا كان يعني ايه مع الملك عبد الله في الفتنه اللي كانت بتحصل، واخد بالك ازاي؟ دلوقتي هيقول لك ايه؟ يقول لك ازاي انا الامارات بتدعمني او الامارات بتوجهني؟ خلي بالك، وانا شغال ضد الامارات. وحد قال لك ان الامارات اعترفت بان هي ورا الانقلاب ده او ورا الفتنه دي؟ لا، هو بيتهم الامارات كده، وكانه كده افترض مع نفسه ان الامارات متهمه، او هي فعلا دي نيتها الحقيقيه. ودي حاجه على فكره يعني مش عارف، بلاش نكمل بس نشوف هيقول ايه. فهل انا باخد فلوس من الامارات واشتغل ضدها؟ لا. مش كده ولا ايه؟ صحيح. طيب هو حد قال لك ان الامارات اصلا هي شغاله في الفتنه دي؟ يعني هي ورا الفتنه دي؟ هل الامارات معترفه بكده، او هي ده فعلا حقيقي يعني حتى لو ما اعترفتش؟ انت عايز تقول ان ده حقيقي؟ ان الامارات اعترفت؟ فانت عشان خاطر كده شغال ضدها؟ يعني كده ما بتدعمكش ولا انت بتبرأ نفسك طبعا. يعني بتقول لك ازاي بالمنطق بقى، ازاي انا مع الامارات واشتغل ضد الامارات؟ هو حد قال لك ان الامارات فعلا ورا الفتنه؟ تخيلوا بقى العقليه يا اخوانا، العقليه اللي هي المفترض انها توعي الناس وبتشكل وعي الناس. عايز اقول لك لما الانسان يكون مرتبك ومش فاهم هو بيقول ايه، فعمال يغلط
عمال يعني يلخبط. يعني انتوا فهمتوا؟ والله بجد انتوا فهمتوا؟ هو دلوقتي عايز يثبت ان هو مش موجه ولا حد بيوجهه ولا حد بيدعمه، يعمل ايه؟ يقوم متهم الامارات، واخد بالك، ان هي دي كان هدفها، كان هدفها الفتنه، وانا اشتغلت ضد هذه الفتنه. تخيل انت بقى بالله عليك، مع ان انا والله في وقتها طلعت وقلت لا الامارات ولا السعوديه لهم دخل في الموضوع ده، هو انا يعني انتوا عارفين ان انا يعني مثلا بنتقد الامارات. فغريبه جدا. نسمع نكمل معاه ونسمع تاني اللي قال كده. يعني نفس اللي بيقولوا ان محمد قنديل مرتزق اماراتي هم نفس اللي بيقولوا ان الامارات هي اللي كانت بتسعى لعزل الملك عبد الله. فانا كنت مع الملك عبد الله قلبا وقالبا ضد المخططات اللي بتسعى لعزله، اللي الناس اللي بتقول عليا مرتزق بتقول ان الامارات اللي بتعملها. فانا لو مع الامارات او انا ممول اماراتي او مرتزق للامارات او موجه اماراتيا، هطلع اقول لا بصراحه اصل الملك عبد الله كده كفايه قوي وفساد ومش فساد ومش عارف ايه، وعايزين تجديد دماء. مش كده ولا ايه؟ كده ايه بس؟ الله يخرب. كده ايه بس يا استاذ؟ هو ايه اللي كده؟ انت افترضت ان الامارات فعلا ورا الفتنه، انت تتهم الامارات كده رسمي. والله اقول ايه؟ طيب هو كده بيتهم الامارات؟ انا مش عارف اقول ايه بصراحه، انا والله ما انا عارف اقول ايه. هو كده بيتهم الامارات كده اللي على اساس انك انت الامارات هي ده هدفها وده مش عارف. يا حبيبي الناس اللي بتقول مش ده حقيقي، ده مش حقيقي يا استاذ. هو ده حقيقي؟ طالع تقول لنا الامارات اصلا كانت طب انت لسه من الاول قلت بيقولوا، وبعدين قلت هو ده هدفها، وعشان ده هدفها انت اشتغلت ضد هدفها، بناء عليه انت مش ممول من الامارات او مش بيوجهوك او مش بيدعموك. يا نهار ابيض، هذه العقول اللي عايزه بتشكل وعي الناس. انا بس بجيب لكم عينات وعندي كتير. انا لو اتعقبهم بلاوي والله. في اني شوف نسمع الحته دي تاني. والله يعني انت مش موجه؟ طب اثبتها لك ازاي انا مش موجه؟ يعني انا لو ما انا عايز اسالك سؤال. انتوا بتقولوا او في بعض الناس بتقول ان انا مدعوم من الامارات او موجه اماراتيا على اقل تقدير. يعني خلينا نقول الناس بتقول لك ايه، احنا مش هنقول ان انت مرتزق وبتاخد فلوس بس بيدعموك بالمشاهدات في الامارات. ماشي يا عم، لا انا باخد فلوس ومدعوم. هو مش كان بيتقال انه خلي بالكم كان بيتقال معاه واحده واحده في الاردن، الفتنه اللي حصلت في الاردن هي اللي بتعملها، ان الامارات يعني اللي بتعملها، هي اللي كانت بتسعى لعزل الملك عبد الله. يعني الامارات هي اللي كانت بتسعى لعزل الملك عبد الله وتوليه اخوه. طبعا وتعيين اخوه، مش ده الكلام اللي اتقال؟ كان بيتقال. ركزوا معايا، يعني ده كان هدف الامارات؟ لا مش هدف الامارات، انا هو بنتقد الامارات بس ببرأها. لا مش هدف الناس اللي كانت بتقول يا استاذ، ما انت لسه قايل. اذا بقى قلبت قول الناس بانه ده هدف، لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل كمل. انا لو شفت حلقاتي على مدى الاسبوعين اللي كان وقت الفتنه اللي كانت في الاردن كانت مع الملك عبد الله وضد اي حاجه بتحصل، شفناها. فهل انا باخد فلوس من الامارات واشتغل ضدها؟ ضدها؟ طب ده هي الامارات كانت ضد الفتنه، يبقى انت معاها برضه. انت بتقول انا باخد فلوس من الامارات واشتغل ضدها، يعني انت خلاص سلمت ان الامارات شغاله هدفها الفتنه وانت كنت شغال ضدها، وده دليل على انك انت مش مدعوم او موجه اماراتيا. يا استاذ عيب والله العظيم، والله العظيم انت بتخاطب ناس بتفهم، لكن والله كتير جدا وراك ما بيفهموش، والله ما بيفهموا ولا بيركزوا. لو هم قاعدين انت بتتكلم وهم قاعدين في فرح، فاهم ازاي؟ يعني كده يعني فاهم. وطبعا انتوا متعودوا على كده، يعني هو ده بقى اعتمادكم. الناس مش بتحلل كلامك ولا بتركز معاك، ده في اخطاء كتير جدا. اتفضل كمل. مش كده ولا ايه؟ لا مش كده، انا بقول لك مش كده. انا يا اخوانا بس بجيب لكم عينه بسيطه جدا جدا، وبوريكم الامور ماشيه ازاي. يعني الانسان يقول كلام متناقض في نفس ما هو لسه قايله متناقض معاه. احنا المساله مش كده خالص، المساله انك انت في سياق الكلام اتهمت الامارات فعلا ان هي
ورا الفتنة دي. وده مشكلة. يعني انت لما حد هيقعد يحلل كلامك زي ما انت بتمسك كلام الناس تحلله هيطلع اخطاء كتير جدا. فانت اصلا في البداية بتقول هما بيقولوا، وفي الاخر تقول يعني هو ده هدف الامارات. طب هدفها ازاي؟ طب ازاي نشتغل ضد الامارات؟ فانت بتثبت، انت بتثبت الكلام اللي بيقولوه ازاي بقى في الاصل؟ يعني لو 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 على كلامك انت بقى، لو انت لو الامارات مش ورا الفتنه وانت مش مع الفتنه، يبقى انت اثبتت انك انت مع الامارات. تخيل، يعني انت فكرت حاجتين غلطان، يا اما انك تتهم الامارات عشان تثبت انك انت ضد مش مع الامارات عشان كده شغال ضدها، وطبعا انت يعني ضد الفتنه والامارات هي هدفها الفتنه، انت عايز تثبت كده، يبقى انت بتتهم الامارات. طيب لو الامارات، لو انت قلت غير كده، طب ما انت فعلا كنت شغال على التوجه الحقيقي للامارات. لان الامارات انا اعتقد، يعني اظن طبعا انا ما عنديش معلومه، لكن يعني اعتقد ان الامارات ما كانتش بتدعم الفتنه اللي في الاردن، لا الامارات ولا السعوديه زي ما اتهموها، زي ما اتهموهم الناس يعني. فانت في كلتا الحالتين، يا اما انك تثبت انك انت بريء، بس براءتك دي فيها اتهام للامارات. ولو احنا برأنا الامارات، واخد بالك، اذا الامارات كانت بريئه فعلا، فانت بتثبت التهمه اللي اتهموك بيها الناس دول انك شغال مع الامارات، لان الامارات كانت ضد برضو الفتنه. وصلت الفكره يا اخوانا؟ والله احنا الوعي اهم شيء، الوعي اهم شيء. فانا يعني حاجات كتير جدا، وانا مش حابب ان انا يعني خلاص، يعني ضرب في الميت حرام، يعني نخف عنه شوية، لأن أنا أحب الراجل اللي هو يواجه، وأحب الراجل اللي هو يواجه حتى بغلطه. يعني مش عيب إن أنا أبقى غلطان وأطلع أقول أنا غلطان. وأنا كل هدفي إن أنا بحب أولاد بلدي يكونوا يقفوا مع بلدهم، وبحب إن أنا أقف مع بلدي، إما إن أنا ألتزم الصمت في أحيان كثيرة لو فيها، لكن الحياد إذا كان الوطن طرف في هذا الموضوع الحياد فيه خيانة. أنا بقول ده بصراحة شديدة جدا، الوطن نحن معه في كل الأحوال بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا كل كلامي ده صدقوني يعني عايز الخير، يعني عايز الإنسان يرجع لصوابه مرة أخرى ويعترف بغلطه. مش عيب خالص، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.